الشوكولاتة والرجيم، مين منا ما بيحب الشوكولاتة؟ وبرضه من الأسئلة اللي كتير متكررة اللي هي هل ممكن إحنا ناخذ شوكولاتة خلال اتباع رجيم؟ عادة الشوكولاتة مقسمة لثلاث أنواع أساسية. أول نوع اللي هي الشوكولاتة الغامقة أو السودا، وبتكون نسبة الكاكاو فيها عالية ونسبة السكر فيها أقل، وتعتبر أفضل أنواع الشوكولاتة لأنها غنية بالكاكاو اللي بيحتوي على المواد المضادة للأكسدة. النوع الثاني اللي هي الشوكولاتة البنية اللي بيجي لونها أفتح شوي من الشوكولاتة الغامقة، وفيها نسبة الحليب أكتر شوي طبعاً من الشوكولاتة السوداء، ونسبة الكاكاو أقل ولكن هي أكتر بالسكر والدهون. آخر نوع من الشوكولاتة اللي هي الشوكولاتة البيضة، وتعتبر أقل أنواع الشوكولاتة فائدة لأنه ما بتحتوي على الكاكاو، هي عبارة عن حليب وزبدة وسكر بكميات كبيرة، فعشان هيك لما نختار يفضل نختار الشوكولاتة الغامقة. خلال اتباع رجيم ممكن نختار أنواع الشوكولاتة الصحية اللي هي السودا، وممكن نطلع على الملصق الغذائي تكون نسبة الكاكاو فيها 75 فما أعلى، وناخذ كميات بسيطة، ممكن قطعة صغيرة مرة في الأسبوع أو كل أسبوعين مرة برضو تكون قطعة صغيرة.